بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه رسالة إلى كل عماني حر شريف أبي، إلى كل عماني نبتت في حنايا قلبه وضميره إرث البطولات والحضارات التي سمعها من أجداده وآبائه، الغر الميامين الشرفاء الصالحين. أرض عمان لا تقبل كل نبتة سيئة. هنا رسالة إلى انتشار محلات التبغ والترخين وأدواته المختصة به. اليوم أنا زرت إحدى الولايات في المنطقة الداخلية، في المحافظة الداخلية، ورابني أن يصبح في هذه الولاية، في هذه الولايات يعني انتشار محلات التبغ والترخين. ألا يفكر المسؤولون عن هذا الوطن، عن هذه البلاد المباركة، إلى أين يجرون الأجيال القادمة؟ نحن في ولاياتنا الأصل هذا الأمر يعتبر من الفضيحة ومن العار ومن الخلق السيء، بل يرد عن بسببه الشاب عندما يأتي يتقدم للزواج. الأجيال القادمة كيف تكون؟ تصورها كيف يكون؟ أخلاقها كيف ستصبح؟ يصبح هذا الأمر أمر عادي. أنت الذي تؤجر، رسالة إليك يا أخي الكريم، ألم تجد أحدا تؤجره إلا محل تبغ؟ ألا تفكر كيف تطعم أولادك من هذا المال الذي يأتي نتيجة هذا الإيجار؟ ماذا ستقول لربك يوم القيامة عندما تقف بين يديه ويسألك الله سبحانه وتعالى عن مالك؟ من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ تقول يا رب اكتسبته من محل تدخين، من محل بيع التبغ. يا رب حاربتك بهذه المعصية التي قلت في كتابك ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث. أنت الذي تستثمر في هذا العمل وفي هذا المنتج وفي هذا النشاط، لم تجد نشاطا مباحا طيبا تستثمر فيه إلا هذا الذي هو عبارة عن سم، عبارة عن يعني وسيلة قاتلة لقتل الناس وقتل الأبرياء الشباب الذين قد يندفعوا. تقول لي أحرار، نعم هم أحرار، ولكن أنت شريك معهم، أنت صاحب النشاط وصاحب المبنى الذي يؤجر مثل هذا النشاط. ستتشاركون معهم في المعصية وتتشاركون معهم في الإثم. رسالة مفتوحة إلى الجميع، كل لينتبه قبل فوات الأوان، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.